ورستنا في الحلقة التانية جيمرز جنتلمان من داين لايت 2 من المهام الجانبية والليلية. طبعا انا كنت ناوي اعمل ليلية الحلقة اللي فاتت بس لم تتح لي فرصة، كان فيها شطة كتير تعمل بالنهار فخلصت منها شوية، ودلوقتي نحاول بقى لسه داخلين على بالليل اهو، هنشوف بقى المهام الليلية الستيلف حيث الرعب الحقيقي ونبدأ بركة الله. ما تنسوش يا جماعة اللايكات العنيفة وتشتركوا في مشتركين، وهي بقى نستأنف ولا لا. عندنا هنا ده متجر مهجور، تعال ناخد ده مكان طبعا كله لوتس ينفع نعلم عليه. طبعا هو بيقف لك، بص لما بتقف عليه هنا بيقول لك الفرصه العثور على علامه الترس. علامه الترس دي اللي هي تقريبا العتاد، مش عارف، خلينا نشوف. انا عايز اتاكد بس اطمن على السيف بتاعي وصل له قد ايه، يعني فاضل فيه دامج بدل ما يتكسر مني واخسره للابد. فين هو الدمج بتاعه؟ مهارات مخزون. كان عندي تقريبا ممكن اعمله ابجريد صح. ده قرب. طب منفع نعمله تعديل، نحط له مثلا صقيع، فتق، حامض، شرر. تعال نطبق كده نجرب بس. ينفع نعمل تعديل تاني؟ ينفع والله. قفة، تعديل ضربة خطيرة يتم تفعيل الضربات الخطيرة. تعال كده، لا لسه عايز تعديل تاني. تعالى الضربات الخطيرة، الذراع، المقبض. المقبض مثلا ممكن تقوية، تطبيق حلو. فاضل بقى دلوقتي ده الخلية قفة. قفة ده بقى يصيب عدوا واحدا موجودة امامك بهجوم ناسف ويلقي بيه بعيدا على الفور. ماشي. زينة، تحط عليه حلية. ملك البصل جامد اوي ده. بس راح بقى كده تمام وبرفكت. ده رقم اتنين، ده شوف تلاتة، ده فيه تحسينات برضو. ممكن نحط فيه لهيب مثلا، ونحط هنا السم. الزينة نحط زعيم العصابة. طيب وعندنا ده ممكن برضو نعمله، نحط له فتق، نغرب الفتق. طب يعمل ايه؟ يلحق ضرر النزيف على احد الاعداء امامك مما يستنزف صحته ببطء. وسم. طيب انا كده زي الفل. وده بقى وده 53، ده جامد قوي ده. ممكن بقى استعمله بعد ما ايه الدنيا معايا تبوظ خالص. يلا بينا نروح المكان. استخدم هجمات السريعة وهجمات القوة لزيادة شحن تعديل القدرة الخاصة بك. ده عم استفهامه هنا متجر. اهم حاجه ناخد بقى من العويين يا جماعه، عشان العويين دول مشاكل. المفروض انزل هنا، اخش في مكان ما هنا، او في واحد عاوي هناك اهو. طب فين الاصوات يا جماعه بتاع بالليل دي يا جماعه؟ العاوي ده انا عايز اديله بسرعه كده. بسرعه، تعالى خد. ما تضربش ليه؟ طب يعني ينفع ولا هو وهمي؟ مفيش فايدة فيه. ماشي، نتجاهله. ده جليتش في اللعبة غالبا. أنا عايز أخش هنا يا جماعة في المكان ده. أخشه منين بقى؟ شكلك مش مطمني على فكرة. يعني انا واقف قدامه ولا كأنه شايفني. ايه ده بسرعة؟ طيب انا عايز ادخل، ممكن اطلع مواسير طيب ولا اطلع هنا؟
هنا اللوتس يا جماعة، اللوتس. ده في بتاع، تعال تعال انت لسه هتقوم. طيب اوكي جريت، انا محتاجه. مفيش حاجة فيه؟ اكيد طبعا لازم يكون فيه، اللعبة دي عودتني دايما في حاجات حلوة يعني. في باب هنا شايفينه؟ المنطقة دي عالية. تعال من هنا. طيب اطلعها من الخشور منين ده يا جماعة؟ لازم من هنا. ممكن بقى فين كده؟ ايوه هو ده. ايوه بيعجبني في حوض، انا بقوم اعمل دوشه وبكسر له رقبته. بس بس نام نام نام. طيب ناخد اللوتس بقى كلها يا جماعه. المزيكا دي معناه ايه؟ معناه اللي هو يعني صحي ولا ايه بالظبط؟ ده لازم نديله من وشه، ما ينفعش نديله من وشه، لازم نروح. تعال نروح على الناس النايمة، ناخد دي. تعال وانا كنت باخد ده. لا مش ده. ممكن نعمل كده. تعال الواقف ده. بيعملوا اصوات يحسسوني ان في حد صاحي، هو ما صحيش اصلا. طيب حتى حاجة تانية. سامعين مزيكا يا جماعة؟ كأنك في فيلم رعب. تعالى عادي. الحركة القاضية بتروح تختفي العلامة بتاعتها بطريقة مستفزة جدا وموترة. في حاجات هناك بس تعال نخش ناخد دول الأول.
انت واقف بقى اجيلك ازاي بقى؟ مش بيعرف كده هو ماسكه. هات اوكي تعال نروح اللي واقف ده ناخد دي الاول. افتح بسرعة. مش حاجة تاني؟ هاتي. ولازم نطلع فوق بقى. الدور الفوقاني. مفيش غير واحد بظهره ده هنا. نحاول نجيبه بقى من الجنب كده. نحاول نشوف. كويس بحط الصح. ماشي تعالى كده. اهم حاجه ما اموتش. ده لسه في حد تحت ما ماتش. أثقال صبغات. في حاجة هنا. الدرج لازم انزله على الأرض. ايه ده؟ قفل صعب. اوكي الحمد لله جاب بسرعة. الحمد لله. مواد مؤكسدة. القمامة. بس هكذا خلصت المكان كله يا جماعة. مبروك. فاضل الزبالة بس تحت. ايه صندوق الباسكت ده؟ انت لسه مش قتلته الراجل ده؟ طيب زي الفل. المناعة حرجة. تعالى بقى نعدي المناعة بتاعتنا. بس وشكرا لمكان النهب العظيم. طيب نروح بقى ناخد حاجة. في حاجة بره هنا يا جماعة. هذا ترانك. دعاوي. العاوي ده المفروض نروح نديله بسرعة كده. لا ده مش هروح دلوقتي. في ناس كده حواليه هضطر اتعامل معاها قبل ما اضربه. تعالى اضرب ده على طول. تعالى. هو في العالم ما بيردش ليه؟ ما بيه انت كمان بتفادي. الزومبي بيفادي كمان فعلا.
ماشي. انت ما بتعملش حاجه صح؟ هم حرفين ما يحطوا لي يعني في جليتش النهارده في اللعبه. ده جراندايزر هناك اهو، مش وقتك خالص. في هنا برضو متجر، بس الدنيا الليل هيخلص صح؟ قرب يخلص خلاص، لو خلص عليا الليل وانا جوه هتفشخ. تعال ناخد الانهيبيتور ده. مش حاجة فاضي، أول مرة أفتح صندوق يطلع فاضي. نام نام نام. وده في عاوي فوق كمان أهو. أنا خايف الليل هيخلص عليا، لا أنا أطلع أحسن. أخرج من هنا. نبدأ المرة الجاية في الليل اللي جاي. طب انا اعتقد عملت لوتس كويسه كده يا جماعه. نطلع بقى ايه، نروح مشا الليلية تاني. في مشا كانت بالليل في البازار مع البت 100 تقريبا. تعال ننقذ الراجل ده. ماشي تعال. تعال. انت ايه لزقتني في الحيطة؟ انتوا كتير. بسرعة 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 بسرعة. تعال مين هيضرب؟ انا فديتك يا ابني. والله قفصت عليه. ودي ودي كمان. ده كلهم بيفادوا بس ما شاء الله. تعال. ماموتش بقى ماموتش بسرعة يا ابن الذين. اجري. Yeah.
واحد راح اهو. بسرعة 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 بسرعة. ماشي راح. صدته والله. أساتر كان فايت صعب بصراحة. ليفلهم ثلاثة وأنا ليفل بتاعي ثلاثة برضو. تعال تم إنقاذ ناجي. المفروض انقذها في النص على فكره يا جماعه عشان كانت تساعدني. هبقى ننهى بالناس دي. فين الكونتينر؟ ايه الكتاب ده يا جماعه؟ في ميشن كده حاجه بيقول علامة الكتاب. ايه ده؟ مواجهه تاني؟ طب انا كنت رايح الميشن دي. راح خليني اروح الميشن. مش فين؟ فين الخريطة يا جماعة؟ مش شايف خريطة. اه مش انا ايه؟ مش فوق. مانح المهم. Your design. I did get it in St. Joseph's. Why? My design. My idea. Although, no, the one you're wearing is slightly different from the one I put together during the summer of 2024. Yes, the original biomarker was much more useful. كيف كان مفيدا؟ All right, I'm interested. Keep talking. How is it special? Ooh, where should I start? So, beyond monitoring the concentration of THV infectious agents in your blood, the initial biomarker organically enhanced the synthesis of phosphocreatine, providing phosphates to ADP molecules and stimulating the... Whoa, 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 English, please. It made people stronger and faster. English, please. ليه ما حدش بيستخدمه طيب؟ Okay, now you have my attention. But how come people aren't using this model then? Let's say there were minor side effects. Such as? Minor? Doesn't matter. What matters is my obnoxious rival, Dr. Katsumi Kobayashi, then head of the GRE, deemed it too dangerous. She locked it up in a safe somewhere inside. ترجمة مش باينة يا جماعة. بيضة الخلفية بيضة وترجمة بيضة. St. Joseph's Hospital? Exactly. I can see you're not that fresh in the city. Wanna know how to open the safe and get my original biomarker? Sure. I found a note on Katsumi's desk. Seems like she encrypted the code of the safe through some sort of riddle. What's the riddle? What becomes smaller when you turn it upside down? That's the first digit of the safe. Yes. The second one is an odd number. Take away a letter and it becomes even. What number is it? And the third one. A little girl goes to the store and buys one dozen eggs. As she is going home, all but three eggs break. How many eggs are left unbroken? Now, find the safe in Katsumi's office in St. Joseph's Hospital and use these three digits to open it. You should find my biomarker inside of it. Here's the note with the riddle in case you need more time. كويس عشان ايه انا محتاج مور تايم فعلا وما كنتش عارف اقرا حاجه من الفزوره دي او الاحجيه دي. فتعالى نتتبعها. صور رصد العدوى الاول. اعثر على صور رصد العدوى الاول. اوكي هو فين؟ على بعد قد ايه؟ 62 متر قريب. Renegades attack the canteen.
انا المفروض اروح هناك 50 متر ده فوق المبنى ده. المفروض نطلع مبنى من هنا. Here is the safe the old man was talking about. The biomarker should be inside. طيب فين بقى الفزورة؟ صفة الخزنة ده دكتورة كاتسومي. بيقول لك ما الذي يصبح أصغر عندما تقلب رأسا العقب. What becomes smaller when you turn it upside down. الرقم بيبقى صغير لما بيتشقلب. 2 3 8 9. اوكي رقم 9 هو اللي بيبقى اصغر. طيب رقم فردي انزع حرفا سيصبح زوجيا. رقم فردي اشيل منه حرف يعني يبقى زوجي. 1 2 3 4 5 6 7 7. لو شلت منها الاس هتبقى even. و 8 9 10 رقم فردي ما هو 7 هيبقى even. طيب ماشي. وفتاة صغيرة تذهب الى المتجر وتشتري دستة من البيض. 12 بيضة يعني كسر كل البيض باثنين تلاتة يعني كسرت كام؟ 9. وهي عايدة للمنزل كم بيضة لم تنكسر؟9. يبقى ممكن 9 زائد 3 يبقى 12 صح؟ يبقى 9. لو كسر الطلب بدبل 12 يبقى 9. يبقى رقم لما اقلبه يبقى صغير لما اقلبه يبقى 9 و7 و9. تعال نجرب كده. تسعة سبعة تسعة. فعلا مش هو. تعال نشوفها بالانجليزي طيب كده معلش يعني تاني. تعالى نعمل ده. هو كان فين؟ كان هنا. دي صح. A little girl goes to the store and buys 1 dozen eggs. As she going home, all but 3 eggs break. All but 3 eggs break. الترجمة العربي غلط يا جماعة. يعني كلهم انكسروا ما عدا 3 بيضات. How many eggs are left unbroken? All break. But 3 egg يعني كلهم اتكسروا معايا 3 بيضات. فكم بيضة ما اتكسرتش؟ يبقى 3. فالمفروض يبقى 9 7 3 9. تعالى كده 9 7 فين 7 كده 3. ايوه بقى البيوماركر. Wow. Looks like the old coup was telling the truth. Let's see if he was right about the other stuff. The other stuff. Wow! What the hell is going on? اللي بيحصل. مساء الخير. قولي منين دول؟ انا مدروخ ليه كده؟ المفروض اروح فين؟ طب نعيد الصور للراجل. هو هنا مكانه.
تعال امسك. ايه يا باشا، جبنا لك الصور بتاعك يا باشا. I didn't ask you to test it, only to bring it back. No, it might be useless. But how does it work? Yeah, it felt amazing to be so strong. Enough already. God knows if I'll be able to fix the... Bloody hell. Your generation never listens. Here, read this. Maybe you'll be a bit more careful when you're handed medical equipment next time. Now, get. ماشي حلو. طبعا يا جماعه انا شايف ان احنا كده نكون يعني وصلنا لنهايه المقطع، ونكتفي بهذا القدر من اللعب. هو هنا في تقريبا المكان ده مسكون تقريبا، يعني المفروض انزله بالليل، دي حفره تقريبا. وتسيبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الاستراتيجيه الجديده اللي انا بعملها دي لغايه ما ان شاء الله تبدا لعبه هورايزون فوربيدن ويست. فطبعا هحاول انوع ما بين اللعبتين، انا شاكك في هذا الموضوع طبعا، بس هو ان شاء الله لعبتين هيخلصوا في الاخر يعني، ومفيش حاجه تيجي على حسابهم، واتمنى ما يحصلش معاهم. طبعا هورايزون لازم تخلص بالكامل يعني، وطبعا اللعبه دي برضو محتاجه تخلص بالكامل، بس للاسف الشديد اتمنى ما يتكررش نفس الموضوع اللي حصل مع سايبر بانك او واتش دوجز ليجن او حتى ديث لوب. ديث لوب ما جاتليش فرصه اخلصها لغايه النهارده يعني، كل شويه بتنزل العاب جديده ورا بعض وما بلحقش انا اخلصها. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم في الفيديو اللي جاي وميشنز جانبيه اخرى. ومع السلامه.